احنا نقدر نعمل كتير جدا لو كل واحد فعلا عمل شغله يعني دوره بضمير فعلا بضمير احنا ممكن نطير فعلا. محدش يشوف ان هو احسن من اي حد، لان لو كلنا تواضعنا كلنا هنبقى زي بعض. عمري مش هيسمع حاجه جنب عمرك، انت اغلى حاجه عندي، حب واصل مدة. احنا ممكن نغير احساس الناس اللي هما فاكرين ان مصر لا يمكن تتغير. لو كل واحد بدا من نفسه البلد دي هتبقى احسن بلد في الدنيا. خلاصه ايه؟ الامل. الامل بس صح كده. صح. الجيل الجاي يعني احنا لسه قدامنا كتير، لسه قدامنا اكتر من فرصه. تحيا مصر، تحيا جيشها، تحيا شعبها.